أهلا بكم. حرب استيطان جديدة في الضفة الغربية المحتلة، هجمات وغارات منظمة لمجموعات من المستوطنين تحرق وتسرق وأحيانا تقتل. مسجد ياسوف ليس الضحية الأولى ولن يكون الأخيرة، واستهداف أرعن للمقدسات لإثارة النفوس وتأجيج الصراعات، أسلوب قديم يتجدد ومسرحية يعاد تمثيل مشاهدها. نتنياهو يعلن تجميد الاستيطان من فوق ولإرضاء شركاء الخارج، ويطلق يد المستوطنين من تحت لإرضاء حلفاء الداخل. وفلسطينيو الضفة أهداف لإرهاب استيطان وتهجير من جديد، ولا حماية من قريب أو بعيد. تهويد يخنق المفاوضات ويخرق القرارات الدولية، فهل يبقى مكان لدولة فلسطينية؟ صعد المستوطنون الصهاينة حربهم على السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية بتنظيم غارات نارية على مساجد وبيوت القرى. عشرات المستوطنين انطلقوا من مستوطنة تفوح واقتحموا قرية ياسوف جنوب مدينة نابلس وأدرموا النار في مسجدها، ما أدى إلى احتراق أجزاء كبيرة منه، خصوصا المكتبة التي تحوي عشرات المصاحف. وكتب المستوطنون شعارات بالعبرية على أرضية المسجد، بينها شعار يقول استعدوا لدفع الثمن. وهرع السكان إلى المسجد لإطفاء النيران ومنعها من الانتشار، ورشقوا بالحجارة الجنود الإسرائيليين الذين وصلوا إلى المكان بعد مدة غير قصيرة، ثم نظموا مسيرات باتجاه مستوطنة تفوح بعد انتهاء صلاة الجمعة. إمام مسجد القرية الشيخ جمال عزام قال إن هذا الاعتداء ليس الأول، فقد قام المستوطنون قبل شهرين بإحراق 6 سيارات لأهالي القرية وسرقة أغنام من المزارعين. من جهة أخرى أصيب 16 فلسطينيا ومتضامنا أجنبيا بجروح ورضوض، واعتقل 10 آخرون على الأقل بعدما قامت الشرطة الإسرائيلية بقمع تظاهرة تضامنية مع أهالي حي الشيخ جراح في قلب مدينة القدس، الذين يحتجون على تعرضهم لاعتداء المستوطنين والاستيلاء على منازلهم. وتسود المكان حال توتر شديد فيما تنتشر الشرطة الإسرائيلية في الحي بشكل مكثف. يأتي ذلك في وقت أعلن فيه الاحتلال عزمه على إسكان 10,000 مستوطن جديد في الضفة الغربية خلال الأشهر العشرة المقبلة، وبعد إعلان رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منح المستوطنات $28 مليون. حول أبعاد ودلالات هذا الموضوع أرحب بضيوف هذه الحلقة من رام الله إمام مسجد بلدة ياسوف الشيخ جمال عزام، ومن رام الله أيضا وزير الأوقاف الفلسطينية في حكومة رام الله السيد محمود الهباش، ومن دمشق رئيس الجمعية الفلسطينية السورية لحق العودة الدكتور إبراهيم الشهبي. البداية مع حضرة إمام مسجد ياسوف. فضيلة الشيخ جمال عزام، تقول إن هذا الاعتداء ليس الأول من نوعه على القرية، فماذا يريد تحديدا المستوطنون من قرية ياسوف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، ثم بعد. أختي الكريمة، المستوطنون يعتبرون أن ياسوف هي أرض لهم، وإحدى يعني لهم قضية مع مستوطنة أرئيل المقابلة بأن أرئيل تزحف نحو ياسوف. نعم، هذا الكلام يعني يعتبرون، نحن أهل أرئيل يعتبرون أنه إحنا مستوطنين عندهم أو إحنا مغتصبين لأرضهم، وهي أرضهم وأرض إسرائيل. وبالتالي الفتاوى التي طلعت من حاقماتهم تبيح قتل الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم والاستيلاء على ممتلكاتهم. نعم، شجعت هؤلاء المتطرفين بأن يعني ليست المرة الأولى، قبل سنتين هجم هؤلاء بعد صلاة العصر وكان الناس يعني بقدر الله كانوا موجودين في المنطقة، فمنعوا واصطدموا مع المستوطنين ولم يحرقوا هذا المسجد. نعم، لكن هذه المرة كان الأمر بالليل، نزلنا إلى صلاة الفجر لنصلي الفجر في هناك مسجد قريب بجانبه، هذا المسجد جديد وهو المسجد الكبير في البلدة نصلي فيه الجمعة. نعم، لكن نصلي الفجر في مسجد قريب له
فمررت من باب المسجد لم أجد شيء، يعني الباب مغلق وما في شيء. حينما خرجنا وجدنا كتابة بالعبرية تفسيرها، يعني هذا انتقام بالنار لآفي. لآفي هذا مستوطن كان قتل حدا وانقتل ما بعرفش كيف قصته يعني. إنما هم يعني حينما جاء الجيش الإسرائيلي، طبعا كنت أول واحد فتح المسجد أنا والنار مشتعل فيه. طيب. جبنا البرابيش المياه وطفأنا النيران. طيب. وجدنا أن النار فضيلة الشيخ، يعني أنت تقول أن هذه هي ليست المرة الأولى التي يقوم بها المستوطنون بهذا الاعتداء يعني، ولكن لماذا تم هذه المرة استهداف هذا المسجد الجديد كما تقول تحديدا؟ الكريمة، المسجد هو يعني مكان غرس العقيدة في نفوس الناس. المسجد هو الذي يدرس الناس القرآن والعلم والعقيدة وتشبث الناس بدينهم. المسجد هو الذي يفهم الناس أن هذه الأرض هي الأرض المباركة، هي أرض فلسطين، أرض الرباط، أرض الإسراء والمعراج، معراج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مهد الأنبياء، وهي أرض مقدسة لنا ولكل المسلمين على أنحاء الأرض. فالرباط فيها، النائم فيها كالمرابط فيما سواها. نعم، يعني هو استهداف للعقيدة يعني الإسلامية تحديدا. دكتور محمود الهباش، أيضا في رام الله، لماذا برأيك قد ازدادت هجمات المستوطنين في هذه الفترة الأخيرة يعني على القرى الفلسطينية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع الهجمات الاستيطانية هي جزء من خطة إسرائيلية مبرمجة وشاملة، يبدو أنه تتكامل فيها أدوار جميع عناصر العملية الإسرائيلية من الحكومة إلى الجيش إلى المستوطنين. الجميع يسعى إلى هدف واحد، وهو تهويد الأرض الفلسطينية واجتثاث الوجود العربي والإسلامي والفلسطيني من هذه الأرض. كلما شعر المستوطنون بأن نهايتهم قد اقتربت وبأن أوان تحرير الأرض الفلسطينية قد حان وعودة الحق الفلسطيني لأصحابه قد حان، تزداد ضراوتهم وتزداد عنصريتهم تحت حماية بالطبع الجيش الإسرائيلي وبدعم مباشر من الحكومة الإسرائيلية. الهدف واضح ومعروف ولا يخفى علينا ولا يخفى على أحد، هي محاولة لتثبيت الأقدام على الأرض، لتثبيت أمر واقع، أو طرد الفلسطينيين ودفع الفلسطينيين إلى مغادرة الأرض، وهذا حلم أصبح بعيد المنال بالنسبة لل. طيب، يعني هي محاولة لتثبيت أمر واقع يحاول فرضه الصهاينة، ولكن هنا السؤال يعني هل من صلة بين هذا الاعتداء الإرهابي على بيوت الله وقرار الحكومة الصهيونية الأخير بالتجميد المؤقت للاستيطان في الضفة الغربية؟ أولا، قرار تجميد الاستيطان هذا أكذوبة، يعني ليس أمرا جديا ولا ونحن لا نأخذه على محمل الجد، وليس له رصيد في الواقع. هم أعلنوا عن تجميد الاستيطان كما قالوا لمدة 10 أشهر، ولكن الوقائع على الأرض تثبت عكس ذلك. هناك استيطان مستمر على الأرض، وهناك سرقة مستمرة للأرض الفلسطينية، وها نحن نرى تصعيد في هجمات المستوطنين. هي عملية تبادل أدوار فقط بين الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة التي تنتهج هذه السياسة والمستوطنين والجيش الإسرائيلي، ليس أكثر. نعم، يعني خطط الاستيطان ما زالت موجودة ومتواصلة. دكتور إبراهيم الشهابي في دمشق، ماذا يعني بالنسبة إليك إحراق مسجد ياسوف في هذه المرحلة تحديدا وفي هذا التوقيت؟ أولا، الحركة الصهيونية هي حركة علمانية بالدرجة الأولى، ولكنها تتلبس الثوب الديني وتتلبس العقيدة اليهودية والتوراتية. نعم. والتي تقوم على الإرهاب في الأساس، ولذلك هم يريدون أن يثبتوا للعالم أن الإسلام هو مصدر الإرهاب، وهو يعني إسلاموفوبيا بدهم يعززوها في أذهان العالم. نعم. ومن جملتها قاموا بحرق، وهم يهدفون إلى حرق المساجد، حرقوا المسجد الأقصى من قبل. نعم.